السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي وخواتاتي، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. وأخيرا وأخيرا خرجنا هذا النهار الثاني، يعني البارح كان اثنين، اليوم الثلاثاء. يعني صراحة الله أنا البارح ما قدرش نخرج، ما عرفتش، ما كنقول غنخرج ما نعرفش نتمشى، كنت مدة من بعد ما حجر صحي أنا كنت في الوبيطال، يعني راه من بقلة من 22 في شهر جوج ما خرجت أنا، يا من 22 في شهر جوج. شوفوا أخوتي الطبيعة، شوفوا ما شاء الله طبيعة. أنا هنا ما بغيش نخرج نمشي اللي مغازا ونمشي يعني ندور في البلايص العامرين، بغيت الهواء، بغيت نخرج نمشي، نخرج غير الطبيعة، ما بغيش نمشي للمواقز. وصراحة الله شحال هادي ما تمشيت وأنا فرحانة وأنا كنت مشى والله العظيم عجبني الحال، وكنقول حمد الله وشكرته. كي كتشوفوا حمد الله وشكرته، هانتوما الدنيا زوينة، الدنيا زوينة بزاف، هانتوما غير شي جار ضربية. هانتوما باش نقول لكم انا مشيت لواحد البلاصة اللي ما فيهاش الناس، ما في غير انا وولدي الزوج ديالي، يعني بعاد عليا، ربما غتشوفهم من قدام صافي. وكنتمشى يعني كنحس بواحد الراحة النفسية صراحة الله. ماشي سهل بنادم من بعد ما 4 شهور وانتي مشدود عليك، يعني تقريبا شهرين ونص وانا في لوبيطال، وعاد زيدي الحجر الصحي في الدار ديال هاد المرضي هذا، والحمد لله وله الحمد خرجت نشم الهواء ونشم ونخرج الطاقه السلبيه ديالي، اللي يعني صافي لونطا ما خرجتش، يعني بغيت نخرج شويه وبغيت ندور شويه. شوفوا غير الغابه ما شاء الله كلها خضورات وكلها الحمد لله وله الحمد يا ربي، الحمد لله وله الحمد يا ربي. مهم خوتي بقوا معايا، كي كتشوفوا انا اكيد راني ديره الكمامه وهزه معايا التعقيم، هزه معايا اللي جات سي جامي هكا الا كنت دايزه وطرقت شي مغازا ولا شي حاجه ضروري ناخذ نلبس اللي جات على حساب اللي كادي وهذا، ولكن الحمد لله. شوفوا الشميشه والدنيا خضراء، سبحان ربي سبحان الله العلي العظيم، يعني واحد الجو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كنتمنى من الله يكون هالشي واضح لكم، حيت انا كنتمشى يعني راكم عارفين، يعني ما كتكوني في يعني دير بحال شكل الجبل هذا، ها انتم كي كتشوفوا دير بحال الجبل، انا لتحت وغنضرب الدور ونطلع الفوق لهيها. الحمد لله يا ربي، الدنيا زوينه، الدنيا خضراء، الحمد لله يا ربي. وكنتمنى من الله هاد الوباء يحيد علينا وكل شيء يخرج وكل شيء يكون بخير وعلى خير، وكل واحد يرجع لي النفسية دياله الطبيعية، بنادم ما يبقاش بحال هكا مخنوق، وما يبقاش بحال هكا
نوصل عامرين، بغيت ناخد الطاقه ديالي النفسيه وانا في الـ في الـ في الكالم، وانا في الربيع وانا في الفراخ. كي ما شاء الله غادي نسمعوا معايا الفراخ كيفاش كي بواحد الصوت جميل 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 جدا، وبقوا معايا. Why am I looking at you? واخيرا طلعنا ديك العقبه. شوفوا اخوتي، شوفوا هاد العقبه، هانتوما طلعناها الحمد لله ولي الحمد. واحد الجو نقي، شوفوا هنا كيفاش كيبان لكم الدنيا واعره 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 بزاف. الدنيا والحمد لله ولي الحمد، كي كتشوفوا هانتوما الدنيا زوينه، الدنيا خضراء. شوفوا هاد البلاصه شحال جميله 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 بزاف. ما تنساوش تخليو ليا في الكومنتير كي جاتكم هاد الخريجه هادي من بعد ما قلت لكم راه 4 شهور ما خرجت، واليوم ان شاء الله خرجت وقررت ما نمشي لا لمغازا لا للسوبر مارشي لا حتى شي حاجه. قلت نخرج للطبيعه، بغيت الطبيعه، توحشت الطبيعه، توحشت الربيع، توحش شي حاجه هكا نرتاح فيها، والحمد لله وله الحمد. يلا اخوتي خليكم معايا وفرجة ممتعة. شوفوا ما شاء الله الجو توا زوين مشمش ما شاء الله عليه. سمحوا لي على التصوير حيت كاين الشعاع وما كنشوفش اشنو، ما كنشوفش اشنو كيبان في التليفون. يلا بقاو معايا. بابا ولا حبابي كي كتشوفوا هنا دابا غادي نهود هاد الجبل هذا الواعر الرائع. شايف
عافية والحمد لله ولي الحمد. يلا البنات شكون اللي عقل على بالعمان؟ ايوا ما لقيتش كريم بوش القرنينه فين غاب العمان؟ صراحه الله منظر زوين، منظر غزال ما شاء الله.